انا عايز افهم، هات لي مدير النادي اصبح السياسي. انا عايز افهم ايه المشكله يا حمد. لا 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 لا، انا اطلب البوليس دلوقتي. طب شويه ومع بعض بقى شويه. مش قرار يختمني وابقى عادي يا باشا. انا مش هعمل مين اللي هيحفظني؟ انديه وادي دجله منع الاعضاء من دخول النادي. احنا قدام النادي دلوقتي في وجع المعادي يا فندم. بتاع امال ايه عزبة؟ ايوه هي عزبة. اه عزبة نادي وادي اهو. نادي وادي دجله اهو. ده احنا بنتسام في ايه يا عم؟ بس اقعد ساكت بره الموضوع خالص يا باشا. استاذنكم احنا مش في عزبة. انت عايز ايه؟ تهاجم اسمعنا دجله معروف. البابا جاسيه في وادي دجله المعادي بجوار النقطه بتاعت زعراء المعادي يا فندم. ده اللي احنا عايزين نعرفه. وبنعمل محضر اثبات على الوضع دي اللي احنا ممكن نسموه جمهور القرار، ان ده تعسف باستعمال سلطات غير مخوله ليه اصلا. الان يا فندم الراجل دخلنا. احنا لازم دلوقتي متكرنيه ليه توقف؟ ليه بقى انت عرفت؟ ليه؟ الله قله ادب. انتوا تايهين ولا ايه؟ دي اداره تايهه.